السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم جميعا حبيت اليوم نتحدث في موضوع يتعلق بالإخفاق والنجاح في الجزائر سيما هو أن هذا الموضوع يواكب ما يجري هذه الأيام حول الألعاب الأولمبية قبل أن أشرع في هذا التسجيل بودي هو أن أحيي الإخوة الشباب اللي شاركوا في هذا الألعاب الأولمبية واللي منهم اللي تحصل على الميداليات منهم الأخ هذا مخلوفي كما أحيي الشاب هذاك اللي بإمكانيات يعني جدو محدودة واستطاع هو انه يشارك في هذه الالعاب الاولمبيه في عده سباقات وهو انه يحرز على مرتبه مشرفه بالنسبه له وبالنسبه للجيل نتاعو بالنسبه للجزائر بصفه عامه الموضوع نتاعنا اذا اليوم هو حول الاخفاق والنجاح والله الانهزام والانتصار بعيد على المصطلحات هذيك اللغوية راكم تعرفوا وش هو الإخفاق وش هو النجاح الإخفاق فيه عدة أنواع والنجاح أيضا يقدر يكون هذا الإخفاق هو إخفاق خاص إخفاق نتاع فرد كما قادر يكون إخفاق نتاع أسرة وإخفاق نتاع مجتمع يقدر يكون إخفاق نتاع مسؤول كما قادر يكون إخفاق نتاع نظام ومثل ما يكون إخفاق نتاع مجتمع ولا نتاع دولة قادر يكون إخفاق نتاع مجتمع دولي إذن الإخفاق هذا قادر يكون في الأسرة قادر يكون عند الفرد وقادر يكون في المجتمع والإخفاق عنده الأسباب نتاعو والمسببات عنده العوامل نتاعو وقادرة تترتب عليه أضرار كبيرة سواء على الفرد ولا على الأسرة ولا على المجتمع وفي الضد نتاعو هو الانتصار اضد الاخفاق او الانهزام هو الانتصار هو النجاح والنجاح ايضا كما قادر يكون فرد يعني انسان هو ينجح كما قادر يكون نجاح نتاع مجتمع نجاح نتاع اسره والاخفاق كما كنت نقول منذ قليل قادر يكون اخفاق نتاع فرد ولكن فيما بعد التاثير نتاعو قادر يكون على الأسرة وقادر يكون على المجتمع ونعطي فقط بعض الأمثلة من الواقع حتى باش فيما بعد نبدأ لما نتحدث على هذه الألعاب الأولمبية وعلى الرياضة بصفة عامة في الجزائر نفهم المقصود مرات تجد إنسان مثلا في البيت يخفق في امتحان مثلا شهادة البكالوريا بطبيعة الحال الإخفاق هكذاك هو ما يجيش هكذاك يعني يسقط من السماء وإنما عنده أسباب نتاعو قادر يكون هذاك الشاب والله الشابة قال مثلا ما راجعش الدروس نتاعو قال مثلا عنده تغيبات كثيرة في الدراسة نتاعو غير مهتم بالدراسة أصلا أو ربما قال مثلا راهو نشط وراهو اجتهد وراهو خدم ولكن في الليله هذيك بات سهران وفيما بعد قال مثلا هو تخلف عن الموعد نتاع الامتحان وفيما بعد قال هو الله غلب راح له الامتحان إذن الاخفاق نتاعو هذاك راهو رايح يسبب له هو الضرر بالدرجه الاولى لانه هو اللي راه رايح يتلقى الصفعه الاولى راهو رايح يتلقى الصدمه وفي نفس الوقت راهو رايح يضر الاسره راهو باباه يكون مقلق منه يماه كيف كيف والاسره بصفه عامه أخواله، عمامو الاصدقاء نتاعو الى غير ذلك والنجاح لما يكون هذاك الفرد هو قال مثلا راجع الدروس نتاعو نفس المثال راجع الدروس نتاعو نشط اجتهد طالع السهر من اجل علاج الباش هو ينجح وفيما بعد لما ينجح ويحقق هو هذيك النتيجه المرجوه راه رايح يفرح هو وراه راح تفرح الاسره معاه اذا هذاك الاخفاق مثل ما راه رايح يسبب له هو الضرر راه رايح يسبب ضرر للناس معاه ونفس الشيء بالنسبه للنجاح لما راه رايح هو يحقق هذاك الفرحه على روحه راه رايح هو ايضا يفرح ناس معاه بعد ما عرفنا ذرك هذا الإخفاق والنجاح قلنا من أن هناك عوامل نتاع النجاح أيضا هناك عوامل نتاع الإخفاق لما نضرب هذا المثال ونشوفوه مثلا على الواقع في الرياضة بشكل عام في الجزائر نشوفو ما الذي حققت الجزائر من خلال هذه الألعاب اللي راها تقيمها لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي لما نشوفوا مثلا درك احداث في كره القدم ونشوفوا شباب هاز السيوف ويضرب في بعض البعض ما الذي حققناه في هذه الرياضات اللي راها تجري في الجزائر يا هل ترى فيه تكوين يا هل ترى فيه توجيه لما تشوف انت ناس راها تشري في المقابلات نتاع كرة القدم بالرشاوي لما تشوف انت التحكيم والنوعية نتاعو لما تشوف انت بيع نتاع المقابلات وبيع نتاع اللاعبين لما تشوف انت رغم الاموال اللي راها تصرف فيها الدولة احنا ما نقولوش باللي راها ما تصرف خلاص انا يعني مانيش من النوع هذاك اللي سلبي يعني خلاص تصرف ولكن تشوف في المقابل في الرياضات الاخرى ما الذي تنتجه هذه الرياضات شفتوا مثلا في هذه الرياضات تاع العاب القوه يا هل ترى هذه الالعاب اللي راها تجري قال مثلا فيها عمليه نتاع عنف مثل ما رانا نشوفوا فيه في كره القدم ومع ذلك يا هل ترى الدوله الجزائريه هذه راها هي تفضل هذه الرياضات اللي راه هذوك صنعت نجوم راكم تشوفوا فيها في الاولمبياد هذه ولا في تصفيات واحده اخرى في العاب واحده اخرى صنعت نجوم ووصلوا منهم قال مثلا نور الدين مرسلي حاسبه بالمرقه المرقة واسمها سليمه سواكري اللي نحيوها بالمناسبه وكل يعني كثير من من الالعاب اللي راها تجري كثير من الرياضيين اللي لمعوا وحقه يعني نتائج اللي نفعتهم هما في الشخصية نتاعهم ونفعت ايضا المجتمع لانه هذا الرياضة في النهاية وش هي هي واجهة والله مرآة نتاع مجتمع وراكم تشوفوا ذرك الان مش غير فقط في الجزائر في فرنسا في امريكا في بريطانيا في المانيا في الدول الكبرى هذه الدول الغنية واللي راها متقدمه راها تستغل هي في هذه الالعاب من اجل اعطاء صوره على المجتمع صوره وصارت حتى الرسائل تمرر من خلال اللاعبين ما تعتقدوش من انه لما لاعب يقوم هو بحركات في ميدان معين هكذا برك جاتو نفحت من راسه راه حركات تمرر ولكن للاسف الشديد آه حنايا ما كانش ثقافه يعني كبيره في عند الجمهور هذا الرياضي بالاضافه الى أن هذا المسؤولين عن الرياضه آه ما راهمش قايمين بالدور نتاعهم كما ينبغي والنتائج اللي رانا نحصل عليها للاسف الشديد هي لا تشرف الجزائر الجزائر من المفترض حباها الله بشباب وحباب الله الله بطاقات المفترض هو انه النتائج تكون اكثر من هذا المتوقع وراكم شفتوا لعلكم راكم سمعتوا تصريحات نتاع مخلوفي ولا نتاع هذا برادة وتشوفوا انه يعني الكلام نتاعو مباشر للمسؤولين يعني ما كان لا قص ولا تقرميط وهذه البعثات اللي الان راه تخرج للاسف الشديد منهم اللي ربما راهو يمد حتى الرشوه باش يخرج ومنهم راكم تعرفوا في الجزائر كيفاش تمشي الامور البيستون والمعرفه واحد يدي ابن خاله ولا ابن عمو واحد جيرو واحد ابن المدينه نتاعو واحد ابن المنطقه نتاعو وكذا ما راهيش تمشي الامور يعني بشفافيه والله الناس هذو اللي راهم يروحوا راهم يشرفوا الجزائر للاسف شديد فيه ناس حنا ما نظلموش يعني كل الناس كاين الناس اللي ربما راهم يقوموا بمجهودات ولكن المجهودات نتاعهم ما تبانش يعني مثل هذاك الانسان يعني ضربت المثال هذا عده مرات في مناسبات مختلفه مثل هذاك الانسان اللي راه هو يعمل مثل هذاك الانسان اللي عنده ورده ويغرسها في وحل نتاع لاكريس هذاك ما تبانش الورده نتاعو هذاك والفساد هذا ما راهوش مس فقط قطاع معين يعني قبل البارحه كانت الناس تتحدث على بن غبريط والتربيه والان راكم تشوفوا الناس تتحدث على هذه الرياضه والاخفاق راه ماهوش فقط مس قطاع واحد بل وصل حتى للقطاع نتاع الشؤون الدينيه يعني راكم تشوفوا انتم ناس تروح في بعثات للحج المفترض هو انه يسهروا على الحجاج هو انه يرشدهم هو انه يوجههم هو انه يفتيولهم هو انه يساعدوهم يسهلوا لهم الامور فاذا به الناس اللي راهم راحوا للحج وراهم شافو كاين ناس ربما تلقى واحد كيما كنت نقول انا راهو قايم بالمهمة نتاعو ولكن الناس والله لا على بالو بها راهو راح خالص وراهو عنده لي بريم هذوك ولكن ما راهوش يقوم بالواجب نتاعو وهذا الامر هو مش خاص بقطاع معين كل القطاعات يكذب عليكم كاذب اللي يقولكم لكم باللي راهو قال القطاع ما فيش الفساد كلها ابتداء بالمؤسسه نتاع الجيش واللي الفساد فيها كبير مؤسسه نتاع الجيش وانا اعني ما اقول المؤسسه نتاع الجيش فيها الفساد نصرها صارت تدي في الرشاوة دخل فلان ودي عليه كمية القطاع معين في الجيش في الدرك في كل المجالات وواحد قال جيب له لاكارت ودي كمية وراكم تعرفوا هذه المسائل ما رانيش نحلل من راسي راني نحكي لكم في اشياء اللي الانسان يشوفها في الواقع نتاعو مانيش قال راني نتوهم والله راني كذا الفساد موجود في كل القطاعات في السياحة حدث ولا حرج الناس في لي كومبلكس هذوك دايرين رجليهم بل وصل الامر حتى للصحفيين هذوك اللي كانوا في العشرية السوداء هذيك كانوا عاطين بعض الغرف هكذا في في بعض الفنادق صاروا هما يكريو فيها كانهم متعاونين على التخريب نتاع البلاد. وللاسف شديد هو انه الشرفاء في الجزائر منهم اللي راهو يشوف وراهو سكت راهو يبكي وربما ما يقدرش يتكلم، ومنهم اللي راهو خايف على الموقع نتاعو يقول لك انا نتكلم ربما يجيبوها فيا ولا يجيبوها في ولادي ولا في الاسرة نتاعي يفضل هو انه يبقى او ربما يسرب معلومات تلقاش واحد من الاصدقاء نتاعو من الاقارب نتاعو من هنا او هناك على جلب باش ربما يقول لك نوصل الرساله والفساد راهو عم ما قال مثلا في قطاع معين راكم شفتوا تحدثنا الان على الاخفاق هذا وعلى الانتصار هزوا هذا الموضوع هذا وسقطوه على كل القطاعات في البلاد شوفوا السياحه الجزائر حباها الله بمناظر طبيعية خلابة الانسان اللي راهو خرج وراهو شاف البلدان ويعرف ما معنى جيجل يعرف ما معنى القل يعرف ما معنى القالة يعرف ما معنى وهرن يعرف ما معنى بوسفر ويعرف ما معنى تيبازا ويعرف ما معنى زيامة منصورية وراكم تعرفوا البقية اللي خرج وشاف البلدان يعرف السياحة نتاع البلاد ويجي يعرف الواقع نتاعها إخفاق في كل القطاعات في التربية في الصحة في الدعوة في السياسة في كل المجالات والنجاح إذا كان النجاح راهو عندنا صار الآن نسمعو الناس تتحرك بالامكانيات نتاعها وين راهم ارباب المال كاين من ارباب المال اللي كان ربما يدعم في فرق اجنبيه وين راكم لماذا لا تدعمون ابناء الجزائر والله مشهد شفته قبل هذا التسجيل نتاع هذا واسمه مخلوفي وهو يقدم في هذيك الميداليه للصديق نتاعو والله العظيم مشهد غير تبكي تبكي له العين ما احوجنا في الجزائر لمثل هذه المواقف ما احوجنا هو انه انسان يتضامن مع صديقه هو انه يرفعون العلم الجزائري نستكل فيها بالمساك اموال تاع الشعب يصرفوا فيها يمين وشمال وناس يبكئوا على الوطن يبكيوا دما ودموعا مهمشين مقصيين على الجزائريين والجزائريات هو أنه يتحركوا واحد ما يبيع لكم الأوهام واحد ما يبيع لكم الرياح الجزائر مازالها ماشيه للمجهول وما تنخدعوا بحتى تصريحات الجزائر ماشية للمجهول هذا الناس كاين منهم اللي راهو ربما يهم فيكم والله راهو يبيع لكم في الرياح راهم متواطئين مع هذه العصابات والله العظيم واقسم بالله على المباشر لو يجي القايد صالح ويحلف على المصحف الشريف ويقول أيها الشعب الجزائري أقسم بالله وعلى المصحف الشريف أنني سأطبق بيان أول نوفمبر أقسم بالله من أمنه والله لو كان يجي واحد من وراء واحد يحلفوا والله من أمن بهم يا مناس حلفوا على المصحف الشريف حلف بوتفليقة من قبله وحلف الشاذلي وحلف زروال وحلف بوضياف ويا ما مسؤولين حلفوا يا ما مسؤولين حدثونا على بيان اول نوفمبر ايها الجزائريون ما لازمش تتخدعوا ما لازمش تخليوا العاطفه نتاعكم تديكم للواد هذا الناس الفوا السرقه والفوا النهب والفوا اللعب وألفوا استعمال الوقت وألفوا الخداع هذا الناس اي مبادره تصدر من اي شخص لو كان ما يكونش هناك عمل جماعي وان انه الناس تتحرك مع بعضها البعض شعب كامل لابد هو انه يتحرك في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب الناس كامل يد واحده من اجل اسقاط هذه العصابه اما اي مبادره تسمعوها ما يشاركش فيها الشعب مبادره محكوم عليها بالاخفاق ومحكوم عليها بالفشل لانه هذه المبادره اللي يكون الشعب فيها عباره عن قاطع انت غنم هو فقط يصفق هو فقط يرفع الرايه هذه مش مبادره البلدان تبنيها شعوب نتاعها راكم شفتوا في هذه الالعاب الاولمبيه منافسين من اقطار مختلفه شفتوهم كيفاش يبكيو على الاوطان نتاعهم وشفتوا الصحافه كيفاش تتفاعل مع هذه الرياضه وشفتوا في المقابل المسؤولين نتاعنا وشفتوا في المقابل صحافه نتاعنا صحافه قنوات فضائيه تنقل تز فيديوهات مسروقه حتى من مواطنين ودير فيها القنوات دون حياء ودون حشمه وين راه الاموال تاعكم وين راه السبق الصحفي نتاعكم لماذا لا تكون قنوات فضائيه جزائريه تتابع في هذا الرياضيين وتنقل في الكبيره وفي الصغيره عليهم لماذا تستناو في قنوات فضائيه مثل بين سبور وما على كذا على جال باش هي تنقلوا من بين تنقلوا تنقلوا في حوايج منها ومنهم حتى اللي يسرق حتى ينحي في اللوغو نتاع قناه ولا نتاع كذا على جل باش ما يتفضحش الامر نتاعو وين راكم هذا هو الاعلام وقاعدين يستغلوا عوض هو انه يساهموا في النصر قاعدين هما يستغلوا فيه هو هو انه هذه القنوات الفضائيه مشي حتى قال راهو الحق الله فينال ومن بعد يلا تبان المفترض هو انه هذا مخلوفي او هذا بورعدا او غيرهم من المنافسين سواء في الرياضه نتاع الجيدو ولا في نتاع البوكس ولا في, في كل الرياضات المفترض هو انه تابعوه من البدايه والمفترض هو انه يعني توليو اهتمام لهاذ الرياضيين، حنا شفنا في الدول أخرى رياضيين واحد يجيبولو لافامي نتاعو، واحد يجيبولو الأصدقاء نتاعو، لهم الطيارة، ويروحوا معاهم حتى باش هما يدعموهم نفسيا، وشفنا معاهم أطباء نفسانيين، وشفنا معاهم مدربين، وشفنا معاهم كذا، كلهم يعملوا على جال باش هما يوصلوهم لهذيك النتيجة المرجوة، حتى باش هذيك النتيجة لأنه راها رايحة تساعد تساعد الجزائريين والجزائريات. لماذا الان درك هذا الاخفاق؟ هذا شكون يتحملو؟ من يتحمل هذا الاخفاق؟ تتحملوا الرئاسة؟ تتحملوا الحكومة؟ والله يتحملوا هذا الناس اللي راحوا هما الاولمبياد، شكون اللي عينهم؟ شكون اللي بعثهم؟ وهذا الاخفاق هذا لما يكون هناك مثلا قال مثلا جو نتاع فرح وتعم يعم هذاك الفرح يعم في الجزائر مش هو لما يكون هناك حزن ويعم في الجزائر حزن انت اخفاق تشوف انت رياضي ينحقر رياضي يروح الالعاب الاولمبيه ينحقر مثل ما رانا نشوفه ورانا نتابعه يصير لك هو يروح مانيش عارف انا على الحساب نتاعو للفندق نتاعو هذو مسؤولين هذو ويقعدوا في هذي المسؤوليه هذو والاخفاق فيما بعد هذا تتحمل المسؤوليه نتاعو لانه عنده تبعات لما مثلا واحد هو قال راهو يخفق في مثلا كما جبت قبيل المثال نتاع شهاده نتاع البكالوريا ربما الاخفاق نتاعو هذاك يتحمله هو وتتحمله الاسره نتاعو ولكن لما يعم الاخفاق ويصير فيه اخفاق في المجتمع راها كوارث راح ترتب عليه كوارث وراكم شفتوا فقط البكالوريا تسريب نتاعها قادر راه يحرق بلاد وقادر فيما بعد ترتب عليه اشياء واحد اخرى اذا حتى لا اطيل الاخوه والاخوات باش ما نطولش عليكم آه هذه اطلاله فقط على هذا الموضوع, الموضوع هذا نتاع الاخفاق والنصر احنا ماذا بينا على جل باش الجزائريين والجزائريات آه لازم يعملوا مع بعض لازم ينسقوا مع بعض حتى باش ان شاء الله لما يكون هناك انتصار والانتصار هذاك اللي نحوزوا عليه اللي يرجع القيمه نتاع المواطن الجزائري انتصار اللي يرفع المعنويات نتاع الشعب والانتصار اللي ينهض بالبلد والانتصار اللي حقق الامال نتاع الشهداء والامال نتاع المجاهدين هذا الانتصار اللي على كل الشرفاء والشريفات باش يعملوا له كل في المجال اللي راه فيه اللي راهو في الاعلام يعمل على جال الرفعه الاعلام إعلام الصادق الاعلام اللي نور العقول واللي راهو في الدعوه ايضا يعمل على جال باش يرفع هذا المستوى والانسان اللي راهو في السياسه كيف كيف واللي راهو في الكتابه والادب وفي كل المجالات في الرياضه في كل المجالات في الفلاحه كل انسان يعمل على جلبش يسعد هذا الشعب ويحقق الامال عند الشهداء اللي ماتوا من اجل الجزائر وما تبقاوش تتبعوا في هذه الاوهام راكم تشوفوا القطاعات كامل راها ممسوسه ممسوسه قطاعات كامل واذا كان حبينا على جلبش باش بالبلاد لابد من مشروع نتاع مجتمع اللي يعلج كل هذه الإخفاقات في كل مجالات لابد هو أن يكون هناك إصلاح في الرياضة في القضاء في السياسة في الإعلام في الزراعة في الفلاحة في التجارة في الاقتصاد في التكنولوجيا في كل مجالات في الجيش في كل في كل القطاعات في السياحة لابد هو أنه في النقل في كل المجالات لازم يكون هناك اصلاح واصلاح معمق كاين كيما الشجره هذيك اللي راه عندها فروع الفرع اللي لازم يتحش يتحش والفرع اللي راه مازال هو ينبت وراه يجيب في الثمار نخليه عليه نحافظوا عليه والشجره اللي يبست لازم تتنح لازم تجي شجره واحده اخرى الشجره المثمره نخليوها كل ما بني وراه ينفع في الشعب الجزائري هذا نثمنوه ونحطوه فوق الروس نتاعنا ونحافظوا عليه وكل شيء اللي ما تحققش كل شيء اللي راه فيه اخفاق لازم يكون هناك زبر لهذا المسائل هذه في كل القطاعات هذا المسؤولين اللي راهم وصلوا الى الخيانه نتاع الامانه راهم يبذلوا في الاموال تاع الشعب هذا الناس لازم يوضع لهم الحد ولازم ترجع البسمة للعائلات في الجزائر هنا ذرك في 2016 ما مازالت الناس تبحث للماء في مناطق وين أنه كين هناك بيرك نتاع تحت الأرض الوضع يعني هو أنه يستخرج هذا الماء ويستعمل في الفلاحة ويستعمل في الحقول ويستعمل في كذا الناس في العطش ناس راكم شفتوهم قبل ايام في بشار مجزرة راكم شفتو الاوبئة والناس تجي في اللحم نتاعها تجي فيه من الخارج في الجزائر مناطق معدومة اموال تاع عند مجموعة من الناس واحد يجيبولو في الزبدة من الخارج واحد يجيبولو في الكامون بارف من الخارج واحد يجيبوا له في الفرماج بلون من الخارج وناس الماء ما واش تشربوا ناس راه تستنى في الفاتوره نتاع الكهرباء وفي الفاتوره نتاع الماء وتستنى في الكبش نتاع العيد ما تقدرش تشريه وناس راه ميجيبوا يجيبوا في الكباش من الخارج اخوة والاخوات منزيدش عليكم كثير راكم على بالكم بالتفاصيل كانت هذه مداخله بسيطه إن أصبته فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان تحيتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته